حاجزان وبضعة كيلومترات كانت تفصل بين هذه الحالات الحرجة من المرضى للخروج من حصار خانق تفرضه عليهم قوات النظام في الغوطة الشرقية بريف دمشق. ويقول الهلال الأحمر التابع للنظام إنه أجلى الدفعة الثانية من المرضى، والوجهة مشافي العاصمة دمشق للعلاج بعد أن عجزت الطواقم الطبية بالغوطة الشرقية عن تقديم الرعاية الصحية لهم بسبب النقص بالمعدات والمواد الطبية. أما عن التفاصيل فيشير الهلال الأحمر بمعلومات مقتضبة إن الاتفاق جرى بعد مفاوضات أخذت وقتا طويلا لموافقة النظام على إخراج 29 حالة على 5 دفعات. وبالمقابل تعهد جيش الإسلام بإطلاق سراح 29 أسيرا للنظام من سجونه بعد تجاهل النظام محاولات الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر إخراج الحالات دون قيد أو شرط. ومع خروج هؤلاء المرضى تقول الطواقم الطبية إن ما خرج لا يشكل سوى 1% من الحالات الحرجة. وصل عدد الحالات التي تحتاج إلى إحالة عاجلة خارج الغوطة الشرقية 579 حالة، للأسف توفي منهم 13 حالة ولم يخرج سوى 12 حالة فقط. 500 مريض إذن يقل عددهم تباعا، ليس لأنهم يتم إجلاؤهم أو يتعافون كما يقول مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إنجلاند، بل لأن هؤلاء المرضى يموتون في ظل رفض نظام متكرر مناشدات لإخلائهم. واقع بقيت معه الغوطة الشرقية التي تؤوي قرابة 400,000 شخص أسيرة بعد خسارة المعارضة منطقتين استراتيجيتين هما برزا والقابون، اللتان كانتا توردان للمناطق المحاصرة ما تحتاجه من مواد طبية ومساعدات يعرقل النظام اليوم دخولها مرارا، وإن وصلت فإنها لا تكفي لتسد رمق المحاصرين هؤلاء الذين لم تجلب لهم اتفاقية خفض التصعيد أي حل، مع نفي النظام مرارا حصاره لهم وطمعه حاليا معه برياح مؤتمر سوتشي لإعادة الأمور إلى المربع الأول وبقاء رأس النظام بعد دمار معظم المدن السورية ومقتل وجرح 1,000,000 شخص وتهجير 13 مليون آخرين.